معاناة قاسية يعيشها أبناء عزلة قيلاب بمديرية مسور محافظة عمران جراء سيول الأمطار التي تسببت في تضرر المنازل بفعل الانهيارات الصخرية وجرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والطرقات وألحقت بالمزارعين خسائر فادحة وأصبح الوصول إلى المنطقة ضربا من المستحيل. ما بين غمضة عين وانتباهتها أصبح حال عادل محمود مع بقية أفراد أسرته المكونة من 8 أفراد دون مأوى بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات الصخور على منزله الكائن في عزلة قيلاب بمديرية مسور محافظة عمران، فلم يجدوا سوى هذه الصخرة علها تقيهم من الأمطار والانهيارات المتلاحقة، إلا أن الخشية أن يكونوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. احنا نازحين في هذا المخيم والان الطرق مقطعه، لا نقدر نوصل لا بالطريق لا الاسعافات لا بالشيء، كل شيء مقطع بسبب الامطار لا كندا لا ولا حتى المصروف البسيط ما تقدرش توصل الى هذا المنطقه، الطرق كلها سبل مقطعه. وحال الكثيرين هنا لا يختلف عن عادل، الجميع في مركب واحد والخطر محدق بهم من كل جانب، فالمنازل اما متضرره واما معرضه للسقوط بفعل الانهيارات الصخريه وتدفق سيول الأمطار من قمم الجبال وبطون الأودية. أي حاجة نتحمل على وقته، وليس لنا لا عد طرق وتقطعت مشاريع الماء، يعني في البلد هذا منهارين المناطق، يعني الجبال الصخرية تنزل فوق البيوت. السيول أتت على كل شيء في هذه المنطقة، جرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وشتلات البن وشبكات ومصدات المياه والمقابر والطرقات، فقد أضحت مقضعة الأوصال ومعزولة عن ما حولها، وصار الوصول إليها ضربا من المستحيل، إلا أنه ليس هناك من شيء يقف أمام إرادة وعزيمة اليمنيين. المنظمات التعب السخي للمواطنين بتقديم المعونة من خيام وللنازحين والمزارع البن تمام، ونضارب ايضا بمكتب الزراعه والري التدخل في اعاده المثالث الذي تم اجرافها. التربه اذا جرفت علينا السيول اسباب عن اسباب الرزق، اذا انقطعت علينا ما عاد لنا اي سبب، لا وظائف ولا اي معانا اي حيله، ما معانا الا ما تعملنا بايدينا. ابناء عزلة قيلاب تفاقمت معاناتهم وتقطعت بهم السبل جراء تدفق السيول التي جرفت مزارعهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد، والصخور التي تتساقط على منازلهم في انتظار لفتة من الجهات المعنية والمنظمات الدولية لإنقاذهم من خطر يهدد حياتهم. محمد الموهبي، اليمن اليوم، محافظة عمران.